القصف العشوائي على المنشآت الصحية والإسعاف واستهداف المدنيين في قطاع غزة بيكشف الوجه القبيح لنوايا الاحتلال اللي بيقوم بحرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. بكل تأكيد استهداف متعمد للمنشآت الصحية. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الأستاذ عبد القادر ياسين، المؤرخ والكاتب السياسي الفلسطيني. أستاذ عبد القادر، صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. في البداية، كيف تؤرخ لتلك المرحلة؟ شوف، في سنة 65 سافر وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك موشي ديان إلى فيتنام ليستخلص العبر من الحرب الدائرة هناك بين الفيتناميين والأمريكيين، وعاد من هناك ليكتب مقالا في يومية لوموند الباريسية. استخلص من كل ما رآه هناك أن حرب الشعب التي تنتصر يمكن أن تنهزم إذا ما تمكن الأمريكيون من أن يوجعوا الشعب الفيتنامي فينقلب على حرب العصابات وتنهزم. هذا الدرس الإسرائيليون أخذوه عبرة وطبقوه منذ ذلك الوقت. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، قتل المدنيين أيضا بياخد معاه الأطفال. يعني هو بيحاول اغتيال المستقبل الوطني الفلسطيني بقتله الأطفال. والأنكى أن مجرم الحرب نتنياهو يقول بأن الخير سينتصر على الشر باعتباره هو وما يمثله هو الخير، وأصحاب الأرض الحقيقية هم الشر. هو وأسلافه الذين سرقوا الأرض وطردوا الفلسطينيين من بيوتهم ومن أرضهم هم الخير، والمطرودين من أرضهم هم الشر. تصوروا التزييف إلى أي حد وصل. بالنسبة للمدنيين، بالنسبة لغزة، يعني من يستحل الأرض والعرض مش هنيجي نسأل هو ليه بيكذب، يعني أعتقد دي حاجة ما فيهاش جدال. أيوة. لكن كيف ترى تركيز الاحتلال الإسرائيلي تحديدا على استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والإسعاف داخل قطاع؟ وصلت به الوقاحة إلى أن يقصف المستوصفات ويقول، طب أنا بعرف مستشفى الشفاء واشتغلت فيها 5 سنين، بيقول إنه تحت مستشفى الشفاء قيادة حماس. ما فيش، بالمناسبة لا وجود لقيادة حماس داخل قطاع غزة، لا وجود. في 2 من قيادة حماس، الضيف وزكريا السنوار، ودول مختفين في مكان ما. طب انت عشان يعني تقتل قيادة حماس بتقوم تحرس قطاع غزة من أوله لآخره بالطيارات ده كلام، ده كلام، يعني وقاحة ما بعدها وقاحة. لكن هو مش ملاقي من يرده، قال له يا فرعون من فرعونك؟ قال له ما لقيتش اللي يردني. طيب، زي ما حضرتك قلت ان هم يعني خدوا العبرة من حرب فيتنام. لكن ما يحدث الآن، وأعتقد أن دي أول مرة أنه يلتف الشعب الفلسطيني بأكمله خلف المقاومة ولا ينزعج ولا ينسلخ من المقاومة حتى اللحظة، برغم طبعا من كم الكوارث اللي بتحصل هناك. شعبنا ألف السلاح واستعذب الاستشهاد في سبيل الوطن، ودي مسألة تاريخية. لكن اللي بيجرى هذه الأيام، أنا عربيا ودوليا في صمت القبور، ما فيش حد بيتكلم يعني. وبعدين الكلام اللي بيصير مش هو اللي بده يردهم، لازم في موقف
عربي رسمي يرتقي إلى مستوى هذه الجريمة ويقمعها. طيب يعني احنا شايفين ان المفروض ان هناك ضغوط دولية تمارس ضد الاحتلال، واحنا شايفين تغير بالفعل في يعني الشعوب او في مواقف الشعوب وهي التي تحرك حكومتها، ألا نتوقع ان يتم التغيير الموقف قريبا؟ هذه الضغوط اللي في الشارع الدولي يعني لن تؤثر في مجرمين صهاينة بيقترفوا جرائمهم بدم بارد ويدعوا أنهم الخير. هذا واحد. اثنين، حكومات الغرب بكاملها مع إسرائيل، وإحنا شفنا كيف رؤساء أمريكا وفرنسا وبريطانيا زاروا إسرائيل أثناء المعركة، وبلينكن وزير الخارجية زارها 3 مرات وحضر مجلس الحرب. يعني وبعدين أمريكا قالت إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل، يعني للقاصي والداني، ودي مسألة من زمان معروفة لكن إحنا بنتجاهلها. وفي بعضنا يعني بحاول يوسط أمريكا لتخفيف الوحشية الإسرائيلية. توسط هو عدو صحيح، هو الدعم الأكبر سياسيا وكمان بالسلاح. شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر ياسين، المؤرخ والكاتب السياسي الفلسطيني.